السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم وصفة ديال خبز الدار اللي كيجي خفيف ومفشفش وبلا مجهود. وما تنساوش تخليوا لي لايك للفيديو والتعليق بالنسبة للناس اللي جربوا الوصفة. ولا كنتو كتشوفوا القناة لأول مرة ما تنساوش تشاركوا فضلا وليس أمرا. ودابا غادي ندوزوا لطريقة التحضير، وفي نفس الوقت غادي نعطيكم المقادير. عندنا زلافة ديال الدقيق الأبيض، وعندنا زلافة ديال الفينو أو دقيق الحرش. زلافة ديال الفينو ما عمرش بزاف، وغادي نزيدوا كأس ديال السميدة رقيقة اللي عبرتها بالكأس ديال العنبة، وغادي نخلطو مزيان. غادي نزيدو عليه الملح ما يعادل معلقة صغيرة، وعندنا الخميرة ديال المعجونة ما يعادل 50 غرام. وتقدروا تعوضوها بالخميرة الحبيبات معلقة كبيرة، وتنزيدوا عليه الماء دافي. وكيف ما كتشوفوا معايا ما غاديش نستعمل انا العجانه، غادي نعجنو غير بيدي، لانه فعلا ما كيطلبش الوقت بزاف. اوكي، عجبني نعجنو بيدي. وكيف ما قلت لكم ما كياخدش الوقت بزاف، كنحضروه في دقائق وبلا مجهود، ما غادي كاع غادي ندلكو. غير تنخلطو مزيان تيندمجو لينا المكونات كاملين. وكيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو عير كنجمع. وكيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو العجينة القوام ديالها خفيف ولكن ما كتلصقش، ما دلكتها ما والو. غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي، وغادي نخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها. وغادي نغطيوها بواحد المنديل ونخليوها حتى يتضاعف الحجم ديالها. ومن بعد ما تضاعف الحجم ديالها غادي نزولو هاد الفيلم الغذائي، ودهنت يديش بشويه ديال الزيت او بالماء باش ما تبقاش تلصق لينا في اليد. وكيف ما قلت لكم القوام ديال العجينه خفيف وما كيتلصقش. دابا وضعتها فوق سطح العمل، صافي غير كنجمعها صافي. وكتجي لينة ومتماسكة بعضياتها. هاد القدر اللي عطيتكم غادي يخرج لينا جوج خبزات كبار. وانتم الا بغيتو تعملوا خبيزات صغار غادي يعطيكم 5 أو 6 على حسب واش بغيتهم صغار ولا كبار. قدروا يعطيكم من 5 حتى 6 الخبيزات صغار. وكنرشوا شويه دقيق كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، وكنشكل الكويرات.
وغادي نوضعهم الى جانب ترتاح واحد شويه. وهاد الخبزه الثانيه غادي رشيتها بالبلبوله او التيشه او الشعير على حسب المناطق، كل واحد كيف كيسميه. كنخليه يرتاح واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق على حسب درجة حرارة المطبخ. ودابا غادي نبدا نسرحو فيه. انا خديت المدلك او نقدر نسرحو حتى باليد. المدلك كيسهل علينا اكثر. وما ترقوهاش بزاف، تكون بين وبين واحد، يكون 1 سنتيمتر ديال الحجم ديالها. وغادي نغطيوها بمنديل ونخليوها تاني تتخمر المرة الثانية. وهذه الكويرة اللي رشيتها بالشعير. وكيف ما شفتوا معايا فعلا هاد الوصفة السريعة التحضير ما كتاخدش كاع الوقت، غير الوقت اللي كنخليوها ترتاح. ودابا ها هي الحجم ديالها الضعف، غادي نتقبوها بالفرشيط وغادي ندخلوها للفرن على 200 درجة. كنشعلوه الفوق والتحت، هنا الفرن الكهربائي. وها هو الشكل النهائي ديال الخبز ديالنا، كيجي رائع، كيجي مفشفش وخفيف. هانتوما كيف كيجي من الداخل. نتمنى ان الوصفه تعجبكم، وما تنساوش تخليو لي في التعليق الا جربتوا الوصفه، وتعملوا واحد اللايك لهذا الفيديو فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.